إلا ما نلاقي حل. أوه نجاتي تفضل. هيك بتساوي فينا يا سيد أمجاد؟ شو القصة سيد أمجاد؟ شو هالحكي؟ شو يعني أنت بدك بهدلنا قدام الناس؟ نجاتي شو الموضوع؟ رفا بنتك هربت، ويلي ما بيقدر يضب بنته ما برضى يناسبني ولا بيشرفني. بنتي بالبيت نجاتي، مين قال لك انه هي هربت؟ حليمة مرتك. شو في حليمة؟ رفا هربت مع فاروق. صدق سيد أمجد؟ بدي افهم ليش هيك سويت فينا. بكفي، نحن عنا كرامه، كنت بدك تفضحنا ما هيك؟ وتبهدلنا قدام الناس كلياتهم. شو هالفضيحه هاي؟ شلون بتهرب من بيتك وانت مالك رجال البيت وبتقدر تحبسها؟ خلاص لك حيوان امجد. لا روح ولا تخليني ابتلي فيك. امجد الا من غلطي، الا من هون، بعد عنه، روح الا من وشي. امشي انا فرجي اتركه هلا. بابا بعد هيك وينو هالكلب؟ وينو ابنك الكلب؟ أخي هذا عيب. أي عيب أميرة؟ وعمل لك هذا الكلب غضب بنتي؟ أخي أخي وين ابنك جورية؟ وينو؟ أمجد والله أنا ما بعرف وينو. أمجد 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 وقف، أمجد وقف، نحن ما كان عنا خبر بالموضوع أبدا. أوس هو اللي إجا هلأ وخبرنا. إذا أنت يلي ساعدته يا ويلك مني يا أوس. عمي أنت هيك عم تغلط، أنا مالي أي علاقة بهالموضوع، حتى أنا كمان حاولت أني أمنعه. قديش هذا ابنك غبي جورية، فكر أني رح أتركه بحاله؟ ها بس وين بده يروح مني هالكلب؟ رح أمسكه ورح أقتله قدام عيونك. شو في عمران؟ بسرعة عمي، أنا عرفت مكانهم وين. وينهم؟ وين أخذوا وهرب هالكلب؟ على بيت جدي بالبستان، وأوس هو اللي ساعدهم. شو؟ شو قلت؟ مثل ما سمعت عمي، أوس. أوس؟ فاروق لازم تطلعوا هلا بسرعة. فاروق فاروق أمي رفاه يلا بسرعة لازم نطلع من هون، ما في شو وقت. شو صار؟ شو صار؟ يلا بسرعة يلا ما في لوين وقت. لوين بدنا نروح أوس؟ قل لي شو في. عمي فورا جاي لهون هلا، يلا بسرعة خلصونا بسرعة بسرعة يلا يلا يلا. شو رح نساوي؟ لا أمجد بترجاك لا تقتله، هذا ابني أمجد. بعدي عنه أمجد، مش خاطري عندك، سامح ابني فاروق بترجاك. أمجد بموس رجليك. بعد عني أوس. فاروق اتركني. فاروق يا فاروق طول بالك، اتركني عم قلك. اسمعني شوي عني. إذا طلعت هلأ عمي رح يقتلك. فاروق مشان الله ما في شي رح يمنعه. إلا فاروق يتني. لك هي أمي أوس. فاروق ما رح يصير شي لأمك، فكر بالأول منيح شو بدك تساوي. شو عم تستنى؟ رح تخليها واقفة قدامك؟ ليكون نسيت إنه انخطفوا بنتنا. أمجد أمجد اقلعي من هون نرى يلا. عمران مسكها منيح أحسن ما يقتلها. لا تخافي كلهم رح يموتوا، هي وابنها وأوس قليل الشرف يلي ساعدهم كمان. يلا أخي شو مستني؟ لا تتحركي، بدنا نضل واقفين هيك. امشوا يلا بسرعة. لا امجد ترجاك. امجد لا امجد ترجاك لا، كرمال الله لا تقتلوا ابني. يلا امجد
روحي من هون. لا تقتلوا. روحي. أنا السبب، كنت أنانية. أنا فكرت بحالي وبس، لو إني خليت أوسي يساعدهم كان أكيد بيقدر يحل المشكلة. لا يا تيمة، أنت ما إلك علاقة، لا تلومي حالك، ما في حدا إله ذنب بالموضوع. لا يا بنتي، الحق علي أنا، أنا السبب. يا ريتني سمعت كلام علوان وما صار كل هالشي. عن أي خير أنت عم تحكي؟ أنت فشيت السر، تعرف شو يعني واحد يفشي السر؟ حرام والله، أنت رزعت كل شي. يا أهالي الضيعة، شوفوا مين إجا لعنا، تفرجوا على الدكاترة العظماء، لك هدول بيكونوا أحفادي، هاي الأحفاد اللي بترفع الراس، والله صار عنا دكاترة لا تاكلوا هم شي أبداً. إيه والله جدي، انت هيك عم تخجلنا. شو شايفك خجلت؟ وحيد طول بالك شوي، انت لازم تحكي كلام خير، قول الله يحميهن ويبعث لهن ايام حلوه. يا رب، انا شو ساويت؟ دمرت عائلتي كلها، لازم اتصرف قبل ما امجد يساوي شيء. انا رايح لعندهم. بابا شو صار لك؟ جدي عود هلأ، عود ارتاح لك شوي. جدي شبك؟ شو صار لك؟ بابا خلينا نقعده. بابا جدي بسرعة عمتي، يلا يلا عود جدي. بابا على مهلك. بابا طول بالك جدي. ارتاح. جدي بابا بترجاك احكي. بابا جدي انت عم تسمعني؟ بابا شبك؟ جدي على الأغلب صايبته صدمة قلبية، اطلبي الإسعاف بسرعة بسرعة. اهدى جدي، هلا بيجي الاسعاف، طول بالك. لا تخاف جدي، انت بخير. الو دخيلك يا الله تساعد. انا حاله خطيره، تعالوا بسرعه. يا رب. ما لقينا حدا بالبيت. يلا رفاه، يلا هات ايدك. يلا فاروق، يلا خلينا نروح، هلا بيلحقونا، يلا بسرعه خلينا نروح. وين خبيتهم؟ وينو هالكلب فاروق؟ احكي وينهم يعني. طبعا هربوا. اسمعني منيح ولا أوس، أنا حذرتك، إذا ما قلت لي وين راحوا صدقني رح أقتلك. شو مستني عمي؟ اقتلني؟ أنا هون مشان ما خليك ترتكب غلط كبير، بس إذا أنت بدك ترتكب جريمة ليكني هي أنا كلني قدامك. عمي شو مستني؟ يلا اقتله. هو يلي خلاهم يهربوا وبهدلنا بين الناس. عمي إذا بدك أنا بقتله، هالخاين هاد لازم ما يطلع من هون عايش. أخي أبونا. عمو قل لي جدي صار له شي؟ أبونا بالمستشفى وحالته خطيرة كتير. لسا ما خلصنا أوس، حسابك معي رح يكون بعدين، ما رح سامحك، رح تندم وبكره بتشوف. يلا
اسمعني منيح ولاك. صحيح هالمرة نفدت، بس بوعدك المرة الثانية رح أقتلك بإيدي. أنت بخير؟ إيه، إذا ابني بخير أنا بكون بخير. إيه أنا لازم روح لعن جدي بسرعة، بعدين برجع لشوفه لفاروق. يلا امشي. يلا مشان الله رد. الحمد لله على سلامتك، والله خوفنا عليك. أول ما سمعنا بالخبر جينا بسرعة. إيه الحمد لله على سلامتك. جدي لازم يرتاح، رجاء اتركوه لحاله. إيه معاف عمي. الحمد لله على سلامتك. كل شي رح يكون بخير، نام هلا. ليش عم تبكي يا أميرة؟ الحمد لله وضعه منيح. إن شاء الله يكون بخير، رح أسأل تيمة. طمنينا بنتي. إن شاء الله وضعه أحسن. صايبته صدمة قلبية وحالته ما بتطمن بنوب. بنتي قولي بعيد الشر عنه، الله يقيمه بالسلامة. تيمة، بابا ما كان يشتكي من قلبه، مو نحن فحصناه الشهر الماضي؟ مزبوط، بس بفضلكم صار فيه هيك. شو قصدك وليه؟ كلام تيمة واضح كثير، انتو كنتوا السبب يا أمجد. ما حدا منكم فكر شو ممكن يصير فيه. بدك تساوي اللي براسك، مو هيك سيد أمجد؟ وهي النتيجة اللي وصلنا لها. الله يسامحكم. إذا ما سكتتي مو وقت الحكي بهالموضوع هلا يا جماعة. المهم إنه أبونا بفضل رب العالمين صار منيح. خلينا نروح أخي، يلا امشي. يلا عمتي هدي شوي. يلا عمران يلا. ايه عمي جاي. وين بيكون هالكلب أخذ بنتي؟ لازم ندور عليه بسرعة. انت ما كان لازم تترك أوس يا أخي، أكيد بيعرف أرنتون. بدنا نقتله إذا ما قلنا وينون، على القليلة ما عاد يطلع بوشنا. عمران رح أعرف لك وين مكانهم عمي، انت لا تاكل هم. فاروق خلينا نرتاح شوي، ما عاد اقدر امشي. يلا ماشي، هون مكان منيح. عدي هون. قديش بدنا نوصل؟ صار برد كتير.
أوصل لي بدنا شي ساعة تقريبا. يلا ما ضل شي، لا تخافي. شو هالحالة هي؟ الكل صار بده يقتلنا، حتى أهالي الضيعة، بس لأنه حبينا بعض. فاروق، مين هاد؟ ما بنقدر نروح. انت عم تنزف. لا تخافي حبيبتي، امشي بسرعه، خلينا نروح منه. يلا. صدمه قلبيه، بس الحمد لله وضعه صار احسن بكتير. الحمد لله على سلامته. يمكن قلبه ما تحمل اللي صار. مزبوط، وشلون بده يتحمل إذا عم يشوف أولاده وأحفاده عم يقتلوا بعض؟ أكيد ما رح يقدر يتحمل يشوف هالشي. الله يكون بعونه. ألف الحمد لله على سلامته، الله يقومه بالسلامة. طلعت نتائج التحليل؟ إيه. أو تفضل أميرة. طولي بالك حبيبتي. شو صار معكم؟ وين رفع وفاروق؟ وين راحوا؟ بدكم مني شي؟ أنا ماشي. لا ابني، أنا رح ضل هون مع أميرة، لا تقلقوا. أنت روح لا تأكل هم. طيب ماشي، أنا برجع لهون الصبح. الله معك يا ابني. هربوا، بس لا تخافي عليهم، أنا بروح لعندهم بأقرب وقت ممكن. تيما، بدي أعتذر منك كتير، بس حياة فاروق كانت بخطر. أنت تصرفك صح أوس، الحق علي، كنت أناني وما فكرت غير بحالي بس. طبعا هذا الشيء ماله لصالحنا، عمي كان ببساطة اليوم بده يقتلني. أنت طول بالك شوي، ما في قدامنا هلأ غير الصبر. إن شاء الله بيتحسن الوضع، وأنا عم بدعي كل يوم. أنا ماشي، بدي ارتاح شوي. خاطرك. مع السلامة موفق. رفا، اي قومي بقى. صباح الخير، فوت لجوا. بردتي ما هيك؟ اي والله بردت كتير، وانت نمت على الارض اكيد كمان انت بتكون بردت كتير. لا عادي. عم توجعك؟ لا ماشي الحال. فاروق لا تكون عنيد مثل عادتك، بدك تروح على المشفى، هالكلب بري يمكن يكون معه مرض. ما بقدر رفع، رح يقتلونا. اسمعيني، بكرة منقول لأولادنا شو صار معنا وقديش تعذبنا لحتى قدرنا نكون مع بعض، حتى رح نقول لأحفادنا كمان. فاروق، أوس لهلأ ما اتصل فينا، شو القصة؟
فاروق طمني. ماشي خلص انا جاي لعندك بسرعه. بتحبوا جبلكن معي شي؟ طيب ماشي. دكتور وين حط لك الصور؟ هون. لا تتحركوا من محلكم، استنوني لحتى اجي. ايه فهمت فهمت. لا فاروق انت لا تساوي شيء، خلص بس اجي لعندك منحكي. فهمت عليك. عفوا. خير؟ بدي دكتور، في مريض وحالته كتير خطيرة. ماشي أنا رح خبر الدكتور فورا، استنى هون. دكتور في مريض برا وحالته خطيرة كتير، بعتقد إنه حادث. طبيب المناوب لسه ما إجا؟ دكتور أوس الطبيب المناوب بالعمليات. طيب تعي معي. تالي وحدي بعرف وين انتو. برداني؟ كتير. هذا أوس. ايه بس عم يسأل وين نحن. هلأ حكيت معه. بلكي كان بده يعرف إذا نحن طلعنا من هون ولا لا. يمكن. على كل راح أكتب له واسأله إمتى بده يجي. بالبيت يلي بالجبل وانت إمتى جاي؟ جاي فورا، استنوني. مرحبا، في حادث؟ وين المريض؟ أي حادث دكتور؟ ما في ولا مريض هون. والله في شخص أجا لعندي وخبرني. خلص ماشي ولا يهمك، أنا رايح. انت شو عم تساوي هون؟ وانت شو دخلك؟ مو هذا مشفى؟ ولا لازم بس اجي لهون؟ اخذ اذنك دكتور. بالبيت اللي بالجبل وانت امتى جاي؟ عمران؟ أهلين سيد فكرات. عمران وين رايح؟ عرفت مكان رفاه وفاروق، بس لا تخبر حدا. طيب قول لعمي هو بيتصرف. مزبوط؟ انسى، أنا شخصياً بدي جيب له فاروق ورفاه بإيدي هدول يا فكرات، وشوف شو راح يصير بعدين. مو أنا بطال؟ ليش لحتى عزبون؟ سكر الباب وروح يلا. معلم أمجد شراب شاي. يسلموا خلدون. الله يجيك. شو هالعالم هاي؟ شوفوا شلون قاعد ولا كأنه في شيء. استغفر الله. والله مو قليل ابنه، والله مو قليل. لا والله شو بنته تهرب من الليل؟ ما بيعرفوا وين أراضيهم. والله صعب. طلعت
الضيعة كلها مطبولة هلا هرب وما حدا الله يجير. مرحبا. أهلين. منيح يلي غيرت تسريحة شعري، ما في شي بحياتي تغير. خلي قصة شعري تتغير على الأقل. قالوا نعم. آسف، كان مبارح موبايلي صامت وما انتبهت على الرني، بعتذر. انت شو مفكرني قدامك؟ اه جاوبني. انا مو مثل ما انك مفكر، بتتصل فيني امتى ما بدك وبترد علي امتى ما بدك. لا بقى تتصل فيني. لا لا، صار سوء تفاهم. هديل. الو. استخدمك. يلا فاروق، رد بقى على التليفون، رد. يلا فاروق يلا. رفا، بس يكبروا أولادنا رح نجيبوا لهم ويشوفوا لوين نحن هربنا. وقتها رح يعرفوا قديش تعذبنا أنا وياك. فاروق، موبايلك عم يرن. وينك انت اوس؟ انا هلا على الطريق رح اوصل لعندكم. اسمعني فاروق، عمران عرف انت وين. فاروق، فاروق. الو الو اوس. يا الله خلص شحنه هاد. هلا وقته هاد. شو بده اوس؟ شو قالك؟ قال عمران جاي لهون. اساله وين صار. ايه هذا خلص شحنه، امشي، ما ضل معنا وقت. يلا رفع بسرعة. سيارة عمران. رفع هربي هربي بسرعة. لوين كنتوا؟ الحياة هيك سوزان، مرة بتكون معك ومرة عليكي. لا اختي، الحل بايدك انت هديل. ما في غير شخص واحد بيقدر يخلصك من هالورطة وهو موجود. والله ما بعرف. صاحب الشغل بده ياني اسهر مع زباينه. فكري اختي، لا تضيع الفرصة من إيدك. فكرة بحبك وبدو ياكي. بابا سمعت الدكتور قال لازم ترتاح. يلا يلا بدي أقفل الباب عليك مشان ترتاح وما تطلع لبرا بنوب.
ما قدامي غير هالحل يا عمي مشان ترتاح. واخيرا وصلنا على مهلك. بابا لا تتحرك من هون ماشي؟ شلحي جاكيت. طمنوني شو صار مع فاروق ورفاع على علمكم؟ ايه كلهم بخير بابا، انت لا تفكر بشي هلأ غير بصحتك. كلامك مزبوط أميرة، بعدين الخبر السيء بيوصل بسرعة. شكرا. جورية ما بصير تساوي هيك بحالك قدامه. شو سوي يا أميرة، ابني فاروق رح يموت. شو صار فيهم؟ عم يشربوا عم يأكلوا؟ أمجد ما رح يتركهم بحالهم. أنا خايفة أميرة، معقول ما هتشوف ابني فاروق؟ أكيد الله معهم. أنا بدي روح هلأ، بيجي أمجد إذا شافني هون يمكن تصير مشاكل كتير. لا جورية، شو هالحكي اللي عم تحكي هاد؟ بعدين صار الوقت لحتى نحل هالمشكلة هاي. استني عندي شغلة ضرورية. رفاه بنتي أنا تهرب من البيت؟ لازم نساوي شيء بسرعة يا سالم. أخي لا تخاف، يعني وين بدهم يكونوا راحوا؟ راح نلاقيهم. بقدر فوت لجوا حليمة؟ ايه طبعا، تفضلي فوتي. شو بدها هي كمان؟ انا لازم روح، في عندي شغل. بيقول المثل لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يلا عن اذنكم. أخي أمجد، أنا في شي مرة طالبتك بشوي من حقي؟ أو قلت لك إنه بدي شي منك؟ جيت لهون مشان تقولي لي هالشي أميرة؟ بدي أسألك سؤال، أنا إلي حق عليك ولا لا؟ طبعاً إليك، أنت أختي أميرة. طالما هيك، إذا بدكن يعني سامحكن بحقي بتبطلولنا كل هالمشاكل. أخي شوف شو صار ببابا من تحت راسكن أنتو. طيب ورفاه مو كمان بنتك؟ أخي حرام هالشي اللي عم تساويه فيها. أمجد أنت لازم توقف كل هالمشاكل وبأسرع وقت. عم تقولي لي إلي؟ روحي قولي لهداك الكلب فاروق. ليش شو بو فاروق أخي؟ من شو بيشكي؟ قال الأدب معك شي مرة؟ غلط بحقك شي؟ بس أنا بدي أفهم شو سوالك هالولد المسكين لحتى عم تعامله بهالطريقة البشعة هاي؟ اسمع هالكلمتين، روح بسرعة وصلح اللي خربته ولا توقف. لا تسمع كلامه، انت بتعرف شلون بدك تحمي هالبيت مزبوط؟ ونحن ما عم نساوي غلط، هاي بنتنا. اي نعم، شو منساوي؟ مزبوط نحن عم نحمي بنتنا، بس صدقني ما حدا منهم رح يفهم انت ليش هيك عم تساوي. ايه مشان هيك ساوي يلي براسك انت ولا ترد عليهم. بس لا تنسي انه هدول بيضلوا اهلي يا حليمه،
بس أهلك ما بيفكروا غير بحالهم، لو إنهم أهلك كانوا ساعدوك. وأميرة ما بتعرف مع مين بدها توقف، مع أوس ولا معنا؟ ما رح يتركونا بحالنا، الله وكيلك بدهم يوقعوا هالبيت فوق راسنا. كلامك مزبوط يا حليمة، شوفي وين صارت عيلتنا، حتى ما عاد في شيء اسمه عيلة أساساً. عمران ما اتصل؟ لا ما اتصل. يلا رفاه، يلا حبيبتي رفاه، رفاه هقومي، يلا رفاه بسرعة. ما فيني فارو، ما فيني منشاني رفاه. ارتاح شوي، اهدي اسمعيني. تتذكري الكهف يلي كنا نلعب فيه ونحن صغار؟ روحي واستنيني هنيك عنده ماشي، وبسرعة. وأنا بدي روح من هون منشان ضيعه، منلتقى بالكهف. يلا روحي بسرعة رفاه، يلا. إذا بدك تطلع على سابع سما رح أمسكك. وين بدك تروح مني ولك؟ فاروق إن شاء الله ما يكون لأهون. وينك يا سيد روميو؟ طلع! ليش متخبي؟ رح أقتلك وما رح تنفوت مني. تفضل. شكرا، مو جاي على بالي. بابا أنت ما أكلت شي من الصبح، ما بيصير هيك. ما سمعت شو قال الدكتور؟ تفضل علوان. يسلموا أختي. شو يا صاحب الشوارب البيض صاير عم تدلل كتير؟ ليش عامل هيك بقى؟ شو صار لك؟ وحيد لا يكون بدك تروح على الحج. احكي، رح تكون مبسوط إذا بعدت من هون. ليش لحتى تهرب؟ انت بتقدر تواجه الاشخاص يلي بتحبهم هون. علوان انا ما عاد فيني ساوي شي منهم. تفرج شوف شو عم يعمل ولادي ببعضهم، قلبي ما عاد يتحمل اكتر من هيك ابدا. تعرف يمكن انا اللي وصلتهم لهالمواصيل وسببت لهم مشاكلهم. لا يا اخي، هذا مو ذنبك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبالنهاية ولادنا ومالنا لله عز وجل. بقصد هن الأمانة، ما هيك؟ الأمانة بتنحط بأيدي أمينة. يسلم هالتم، شفت ما أحلاك؟ شو بدها الأمانة؟ إيد أمينة؟ وإذا نحن ما اهتمينا فيها شو بصير؟ بتضربنا كف على وشنا. فهمت علوان، مزبوط أنا ما حفظت على أولادي ومالي، بس مو طالع بإيدي شيء أعمله. من زمان كنت أتمنى يصير عندي. أبداً ما كان لازم تتمنى أو تطلب شيء. إذا طلبت بتعرف شو بصير، وإذا سلمت حالك شو بصير. وحيد، إذا طلبت شيء رح يكون امتحانك صعب وأيامك كلها صعبة. بس الإنسان هيك يا علوان، الطلب عمل الإنسان صح. إيه نعم، ويلي ما بيطلب إنسان. طيب على علمك ليش كل هالصعوبة بالامتحان يا علوان؟
خالي افتحي تمك لحتى شو؟ بنتي هلأ فحصتيني. مزبوط. لا تواخذيني، رح اكتب لك على شوية أدوية بتاخديهم، وبدي منك بس تخلص الأدوية تراجعي. ماشي، شكرا. مع فاي. تيما عمران عرف محلهم وهلأ عم يدور عليهم، وأنا كمان بحكي معك بعدين. شو قصدك أوس؟ 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 يا الله، شو بدي ساوي هلأ؟